مفردات القرآن، الدرس 17، معرفة الخطاب اللساني القرآني، الأستاذ سيد محمد طباطبائي. الصفحة الثالثة، الأهداف العلمية. أهم أهداف هذا الدرس: أولا، نعرف الطلاب على أقسام اللغة. ثانيا، تعرف الطلاب على أقسام اللسان والخطاب في القرآن. ثالثا، نعرف الطلاب على بعض نماذج الاستعمال في علم المفردات. المقدمة: في الدرس السابق تطرقنا إلى حقيقة لسان القرآن، وقد بينا بعض المسائل عند عرض الأدلة العقلية والقرآنية، وكنا قبل ذلك قد بينا أن ضرورة كون لسان القرآن معرفا وكاشفا عن الواقع، مضافا إلى ماهية حقيقة لسان القرآن. وقلنا إن المقصود من كون القرآن كاشفا عن الواقع هو إن لسان القرآن ليس مجرد وسيلة لاستزاز المشاعر ولا لسرد الأساطير، ولا مثل بعض ألوان الخطاب التي تستخدم للمراء والتظاهر مثل التأويلات الباطنية والصوفية، بل هو لسان له معنى ومقصود وله مصادق في الواقع، وهو قابل للصدق والكذب والمراد من الجلي والظاهر وتطابقه مع الواقع الخارجي، والمراد من الحقيقة تطابق الألفاظ مع المعاني المطابقة لها. وفي هذا الدرس أيضا نتابع بعض صور وألوان الخطاب القرآني، ثم في القسم العملي نتطرق إلى معنى مفردة الشطن ومشتقاتها. المحتوى الدراسي: ألف القسم النظري، ألوان الخطاب القرآني. إن القرآن الكريم يحمل وجوه وألوان عديدة من الخطاب والإفهام وعلى مستويات مختلفة، ويمكن بيان هذا الموضوع في صورتين. الأول، وجود البطون في القرآن، إذ للقرآن باطن وظاهر، والباطن بمعنى المخفي، ومن خلال الأدلة القرآنية العديدة سواء كانت نقلية أم عقلية أم عقلانية، وعلى ضوء إجماع مفسري القرآن الكريم نستنتج أن للقرآن بطونا، وبإزاء ذلك طرحت آراء متعددة في تفسير وتبيين بطن القرآن، وقد تناولناها سابقا وبسطنا البحث فيها. ما يهمنا الآن هو إدراك أصل وجود البطون القرآنية من الخطاب القرآني، وطريقة الحصول على الفهم الصحيح على طبيعة وماهية تلك البطون. أما أدلة إمكان فهم بطون القرآن فقد بينت في محله، والآن سنشير إلى سبل إدراك بطون القرآن مع تقديم أمثلته وفق الآراء المختلفة. سبل إدراك بطون الآيات القرآنية: أولا، السير الصعودي من الشهادة المطلقة إلى الغيب المطلق. على ضوء ما يراه الإمام الخميني رحمه الله إن البطن حقيقة عند الله، فإن طريق الحصول على بطن القرآن ليس هو العلو الرسمية بل المكاشفة الإلهية التامة، أي أن السالك يشتغل بتزكية نفسه ويتعدى مراحل القرب إلى السير الصعودي إلى الله، أي الوصول إلى بطن القرآن، وهي عين الرجوع من الشهادة المطلقة نحو الغيب المطلق. وبعبارة أخرى، أن القرآن تعدى مقام الوحدانية ونزل في ثوب اللفظ، ويلزم لنا الحصول على حقيقة القرآن عبر هذا السير الصعودي. الصفحة الرابعة، ثانية، التدبر في الآيات. على رأي العلامة الطباطبائي رحمه الله أن البطن هي المعاني المخفية بالآيات، مضافا إلى التدبر ومثاله في مراتب الشرك، عبادة أوثان ومتابعة الهوى وكل غفلة عن الله، فيتضح لنا من خلاله أن التدبر في الآيات والقرائن الأخرى فيها، وبعبارة أوضح تفسير القرآن بالقرآن، هي وسيلة الوصول إلى بطون القرآن. وفي بعض الأحاديث اعتبر التدبر في الآيات من معاني بطن القرآن أيضا. ثالثا، العمل وفق المراحل الأربع للحصول على بطن القرآن. يعتقد آية الله معرفة رحمه الله أن المراحل التالية ضرورية للحصول على بطن القرآن، وهي عبارة عن: أولا، إدراك هدف الآية. ثانيا، إلغاء خصوصية الزمان والمكان والأشخاص الخارجين عن أصل تحقق هدف الآية. ثالثا، استنباط قاعدة كلية من القرآن. رابعا، تطبيق القاعدة الكلية المذكورة على مصادق جديدة. ويذكر بأن القاعدة الكلية يجب أن تشمل مصداقا معينا في الآية، وإلا فهي ليست بصحيحة. ثم ينقل عدة موارد من روايات أهل البيت عليهم السلام التي توضح مسألة البطون مع الطريقة المذكورة في مثال الميزان، على أن المقصود منه هو العد والإمام العادل، وباطنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وله مفهوم عام، وهو آلة للكيل الذي يشمل المحسوس والمعقول، والذي يطابق أحد مصادقه الكاملة وهو أمير المؤمنين، وفي ماء معين الذي جاء في الروايات تأويلة على أنه علم الإمام، في حين أن مفهومه الكلي هو الماء كأصل الحياة المادية، كما أن العلم أساس الحياة المعنوية، وعلم الإمام أحد مصادقه كاملة. الثاني، وجود استعمالات متعددة في لسان القرآن. يمكن للسان البيان أن يكون في زمان واحد بعدة أعمال متفاوتة، من أهمها: أولا، توصيف الحقائق والواقعيات. اللسان هو دليل وترجمان حقائق العالم، عالم الداخل والخارج. ثانيا، تبيين علة الأشياء ومعلولاتها. بعض الألسنة كلسان الفلسفة يعطي المجال لذهن البشر أن يتابع كشف الرابطة السببية والمسببة والعثور على علة الوقائع ومعاليلها. ثالثا، فعل التكلم، فإن اللسان آلة للتواصل مع الغير. رابعا، التعبير عن عواطف الأحاسيس، فاللسان يستطيع أن يعبر عما في داخل الإنسان إلى الخارج، الغم والفرح والأسف.
الأمر وإلى آخره. خامسا نقل وإيصال تجارب وثقافة الماضين. سادسا الهداية وهو أهم هدف لسان القرآن وأهم وظائف اللسان القرآني. الصفحة الخامسة بالتدبر في آيات القرآن نستطيع أن نستنتج كل الأمور المذكورة في القرآن، فإن لسان القرآن له وظائفه الخاصة نظير الهدايا التي على رأسها الموعظة والتنبيه والبشارة والعبر وغيرها، وفي نفس الوقت هو إخبار من الماضين ويصف الواقعيات الماضية والحالية والآتية، وأيضا لسان القرآن إنشائي يجذب الإنسان نحو العمل. باء القسم العملي شطن شيطان المبعد والمتمرد، هذه كلمة مفردها تكررت 70 مرة وجمعها 18 مرة في القرآن الكريم. المعجم المفهرس المعنى اللغوي، يعتقد الطبرسي والراغب وابن كثير أن النون في الشيطان من أصل الكلمة ومادتها شطنة، كما صرح العلماء الثلاثة المذكورون والجوهري بأن شطنة أي بعد، وعلى هذا فالشيطان بمعنى المبعد عن الخير كما جاء في المجمع. والبعض يقول نونها زائدة وأصله شاطة وبمعنى الهلاك أو شدة الغضب النهاية، ولكن المحققين لم يقبلوا هذا القول وذهبوا إلى أن الشيطان تعني المتمرد والطاغي وأعم من الجن والإنس أو الحيوان. الشيطان وصف وليس باسم خاص للروح الشريرة، وبمناسبة البعد عن خير الله ورحمته وصفوا ذلك المخلوق بالشيطان، وما مر في كلمة بلس وإبليس ووصفه بالرجيم شاهد على هذا المطلب. هل الشيطان من الجن أم من الإنس؟ صريح الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، سورة الكهف آية 50، يدل على أن الشيطان من الجن. وردت في ذلك الروايات ومنها في تفسير عياش ذيل 34 من البقرة عن الإمام الصادق عليه السلام نقل سأل جميل ابن الدراج الإمام الصادق عليه السلام كان إبليس من الملائكة أو له عمل في السماوات؟ قال عليه السلام ليس من الملائكة ولا له عمل في السماوات، بل كان من الجن بين الملائكة وكان يظن الملائكة أنه منهم، والله يعلم أنه ليس من الملائكة. ولما جاء أمر السجدة فوقع ما وقع. في المجمع ذيل آية 34 عن الشيخ المفيد رحمه الله كان من الجن وليس من الملائكة، وهذا ورد من أئمة هدى بالتواتر وهذا قول الإمامية. ومن جهة أخرى لها ظهور في وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سورة البقرة آية 34 وبقية الآيات أنه الأمر للملائكة فما للشيطان، وما هو العتاب والطرد. ومن حق أن يقول الخطاب ليس لي. وفي الخطبة 190 من نهج البلاغة اعتبر أيضا من الملائكة كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. واختار الشيخ الطوسي ملكيته وقال هو ظاهر في تفاسيرنا عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا ورد عن ابن مسعود وقتادة. صفحة السادسة كما مر في بلسة فإن الجن والملائكة من حقيقة واحدة ولكن لهما اختلاف صنفي ووصفي، وعلى هذا يكون إطلاق الجن والملك عليها صادق، وهذا قول صاحب المنار وقد نقل هذا القول من الراغب كالآتي: إذا قلت في الملائكة بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سورة الأنبياء آية 26 و27، فكيف عصى الشيطان؟ أقول هذا البحث ينقل في ملك أيضا ولا إشكال فيه، لأن صنف الجن من الملائكة ويكونون أهل ذنب كما ورد في سورة الجن. يقول الراغب في المفردات الجن على وجهين، الأول الروحانيون المختفون عن الأبصار، وعلى هذا يكون ملائكة والشياطين داخلون في معنى الجن، وكل ملك جن لكن ليس كل جن ملك. والثاني إذا لم يكن الملك والجن من حقيقة واحدة لابد أن نقول هو كان من الجن لا من الملائكة، لأن الآية تصرح بكونه من الجن ولا تأويل لها. بدأ سلطان الشيطان في دين مجوسية في إيران القديم، الأهريمن هو خالق الشر والآفات على إطلاق، نظير حي والعقارب وغيرهن على إطلاق. وبما يتخيل البعض أن الشيطان في القرآن مرادف للأهريمن في عقيدة إيرانيين القدماء، لكن هذا خطأ، لأن الشيطان والجن لا تدخل لهما في الخلقة، إن الخالق لكل أشياء هو الله وليس لأحد غيره، الاستقلال في الخلقة والتدبير كما أمر في شركة والله. ولقد ذم القرآن هذه الأفكار ورفضها قائلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سورة الأنعام آية 100 ونحوه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون سورة الصافات آية 158 إنما أعطى للشيطان وأعوانه من حوله وقوة الله ولا استقلالية عندهم، والكلام في تفويض الوسوسة إليهم كثيرة وحدود تسلط الشياطين وأعوانه في الوسوسة القلبية وتزيين الشر وبالعكس فقط، ولا تسلط له في غير هذا، وكل الذي يتسبب إليهم يرجع إلى هذا الأصل. كما إن الشيطان سيقول للناس يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي سورة إبراهيم آية 22 والآيات فوسوس لهم الشيطان سورة الأعراف آية 20 وقوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا سورة النساء آية 120 وقوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم سورة الأنفال آية 48 وقوله الشيطان يعدكم الفقر
سورة البقرة آية 168. وعلينا هنا نبحث في مجموعة آيات قرآنية وهي على النحو التالي: الأول، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سورة البقرة آية 175. فقد بحثنا في مفردة خبطة عن هذا الموضوع، وقيل أن المنار اعتقد الشيطان بأنه ضروب الجراثيم، وبعقيدة الميزان إشعار آية بتدخل الجن في بعض المجانين. الثاني، الآيات التي تنسب النسيان للشيطان نحوه: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، سورة الأنعام آية 68. أيضا آية 42 ليوسف، و 63 الكهف، و 201 الأعراف. وربما يكون هذا النسيان من وساوس الشيطان، وربما للشيطان هذا التسلط فعلا. الثالث، قوله: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، سورة صاد آية 41. في أيوب يحتمل أن المراد كان يؤذيه الشيطان بالوسوسة، لا أن الشيطان هو سبب مرضه. الصفحة السابعة. الرابع، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، سورة الزخرف آية 36. وقوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، سورة مريم آية 83. ففي هاتين آيتين أيضا قرينة الشيطان وتحركه بمعونة الوسوسة وتسليط الله الشياطين إذا نسي ذكره وكفر بآياته. حكاية تمرد الشيطان، تكررت حكاية عصيان هذا الروح الشرير في مختلف القرآن، وننقلها من سورة أعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، سورة أعراف آية 11 إلى 18. على رأي صاحب ميزان فإن هذه حكاية وغفلة آدم تنشأ من الروابط الواقعية بين الإنسان وملائكة وإبليس التي جاءت على هيئة الأمر والامتثال والطرد والسؤال والجواب. وفي المنار الجزء الثامن صفحة 239 جاء هذا خطاب من الله وجواب الشيطان وعساني ونهي آدم بيان لصفة طبيعة البشر وطبيعة الشيطان واستعدادهما وأعمالهما. وقول صاحبي المنار وميزان جواب لشبهة بعض المفسرين الذين قالوا: كيف خاطب الله الشيطان؟ هل كان بوسيلة الملائكة أم رأى إبليس الخطاب في اللوح المحفوظ، أو كان مؤهلا أن يقع مخاطبا لله ومجيبا؟ سبب منح الشيطان هذه السلطة: عالم الإيجاد مع كل سعته وكثرة أجزائه مرتبط بالآخر وآخره معطوف على أوله، هذا الارتباط في حكمه في حكمة الإله يشكل ضرورة تحتوي على التنافي والتضاد أو الكمال والنقص والوجدان والفقدان والوصال والهجران. إذا لم يكن معنا ولا مصداق للخير والصحة والراحة والوجدان والكمال والقدرة لولا الشر والفساد والتعب والفقدان والنقص والضعف. وأمثالها: فإن لم تكن الشقاوة لم تكن السعادة، وإن لم تكن المعصية لم تكن الطاعة، وإن لم يكن القبح والذم لم يكن الحسن والمدح، فلم تكن الطاعة والامتثال بأوامر الرب لو لم يكن عدم الامتثال لأمر الله، وبذلك لا يبقى للطاعة معنى، وبعدم الطاعة والعصيان فيبطل المدح والذم والعقاب والجزاء، ثم تبطل الشريعة والدعوة والاجتماع المدنية والإنسانية. ومن هذا يتضح أن وجود الشيطان الداعي للشر والمعصية من أركان النظام العالم الإنساني الذي يجري على سنة الاختيار. الشيطان كحاشية في طرف الصراط المستقيم، ولا بد للإنسان يمشي عليه. ومن المعلوم أن الصراط يتضح بحاشيته التي تتميز منه. حوشكم واحد مزيد راجع ميزان جزء الثامن صفحة 36-37. الصفحة الثامنة، أولاد الشيطان وجنوده. ليس الشيطان وحيدا في إضلاله البشر، بل عنده عوان وأنصار، ويقول الباري تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الأعراف آية 27. وأيضا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، سورة الكهف آية 50. وأيضا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، سورة الشعراء آية 94-95. هكذا كل الآيات التي تنسب الضلال والإغفال للشياطين. كما أن ملك الموت له أعوان، وجاء في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، سورة السجدة آية 11. وقوله: توفته رسولنا وهم لا يفرطون، سورة الأنعام آية 61.
فنعلم وكما أن هناك أعوانا لملك الموت، كذلك الشيطان له جنود وأعوان. ومن عبارة جنود إبليس يحصل أن كل الأرواح الشريرة تتبع إبليس وهو رئيسهم. وروايات أهل البيت في هذا الموضوع كثيرة، وقد نقل عن الإمام الصادق عليه السلام، هاوش رقم واحد راجع سفيرة البحار لفظ بليس وشطنة، فقد نقل عن الإمام الصادق عليه السلام: والذي بعث بالحق محمد للعفاريت والأبالسة على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللحم، والمؤمن أشد من الجبل، والجبل يستقل منه بالفأس فينحتمنه، والمؤمن لا يستقل على دينه. ويطلق الشيطان على الإنس أيضا، ويطلق على المتمردين عن الحق والبعيدين عنه، وجاء في القرآن الكريم ذلك: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، سورة البقرة آية 14. أيضا قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سورة الأنعام آية 112. هذا اللفظ جاء بدون لام العهد، وجاء في الشياطين معروفة بدون الألف واللام أيضا، نظير قوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم، سورة الحجر آية 17، ونحوه: نقيض له شيطانا فهو له قرين، سورة الزخرف آية 36. فيكون المراد من الشيطان أو الشياطين هم البشر، والمراد من الشياطين في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، سورة البقرة آية 102. وكذلك: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، سورة الأنعام آية 121. هم البشر المتوردين أيضا. وهناك أقوال أخرى في الشياطين والشيطان من قبيل الطرد من السماوات والعمل لنبي الله سليمان وغيره، نظير قوله: ومن الشياطين من يغوصون له، سورة الأنبياء آية 82. وقد مر ذلك في بحث مفردة الجن. خلاصة الدرس: أولا، ليس لسان القرآن ذو ساحة واحدة، بل فيه طبقات مختلفة واستعمالات مختلفة، وهذا مطلب على صورتين: الأولى وجود البطون في القرآن، القرآن باطن وظاهر، والباطن معنى مخفي، نثبت بأدلة قرآنية متعددة وروائية وعقلية وعقلانية، وأيضا على إجماع مفسري القرآن. للقرآن بطون متعددة، طرق الحصول على بطون آيات: ألف، السير الصعودي من الشهادة المطلقة إلى الغيب المطلق على أساس رأي الإمام الخميني رحمه الله، الذي يعرف البطن حقيقة عند الله، وطريق الحصول على بطن القرآن ليس هذه العلوم الرسمية بل المكاشفة التامة الإلهية. باء، التدبر في الآيات. جيم، العمل بالمراحل الأربعة للحصول على بطن القرآن، وذلك على رأي آية الله معرفة، حيث اعتبر المراحل التالية ضرورية للحصول على بطن القرآن: الأولى الحصول على هدف الآية، الثاني إلغاء الخصوصية من الزمان والمكان والأشخاص الذين لم يتدخلوا في أصل تحقق هذه الآية، الثالثة استنباط قاعدة كلية من القرآن، الرابعة تطبيق القاعدة كلية المذكورة على المصاديق الجديدة. صفحة 9، ثاني وجود استعمالات متعددة في لسان القرآن، من أهمها توصيف الحقائق والواقعيات. في اللسان هو مجموع علامات وترجمان لحقائق العالمين، عالم الداخل والخارج، والتبيين علي والمعلول للوقائع، وفعل التكلم وهو عاطفي وإحساسي، ونقل تجارب الماضين وثقافتهم، والهداية هي أهم هدف لسان القرآن وإلهامه. ثالثا، شيطان المتمرد والمطرود بعقيدة الطبرسي والراغب وابن أثير، أن في شيطان من أصل الكلمة ومادتها شطنة، كما صرح العلماء الثلاثة المذكورين والجوهري أن شطنة أي بعودة، والبعض يقول نونها زائدة وأصله شاط، وهو بمعنى هلاك أو شدة الغضب.